الله كبير، عنده شلل، عنده خسرة بالدماغ، عنده فشل كلوي، تشمع كبد، عنده كل مرض الله عز وجل بيهد أركانك. خليك ماشي صح مع الله، استحي من الله، كريم الضعفاء. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. خد بتر ماشي قطعة 10,000 كيلومتر، ما الدوام عندك محدود للساعة واحدة بالليل، أنت قاعدة مع أولادك ومع كناينك مبسوطة معهم، هي حاجة تروح ينام. لا، في ظلم. أنا معي حوادث دقيقة، في خادمات انتحرنا ما تحملت، عمل لا يحتمل وقهر وشدة وطعام قليل انتحرت. أنا برأيي بالعكس، هؤلاء الضعاف إن أطعمتهم، إن أكرمتهم، إن كرمتهم كمان ترقى عند الله. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا الضعيف ما أحد ينتبه له، إن أطعمته إن كان جائعاً، كسوته إن كان عارياً، آويته إن كان مشرداً، عالجته إن كان مريضاً، أنصفته إن كان مظلوماً، يتفضل الله عليك فيكافئك بعمل من جنس عملك، فينصرك على من هو أقوى منك. في الأمة الإسلامية إذا بتعتني بضعفاء بالفقراء، تهيئ لهم مساكن، طعام، شراب، معالجة مجانية، زواج، مشروع زواج، يعني هؤلاء الذين أكرمتهم يتفضل الله عليك فينصرك على من هو أقوى منك. احفظوا الحديث، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. كنت مرة بمحل تجاري، يعني محل أقمشة، حمل الصانع صغير أول توب سكت، ثاني توب أنا قاعد، التوب الثالث قال له ما حتقدر، قال له أنت شاب، الرابع الخامس على المستودع وأنا قاعد، حمل ابنه توب واحد، بابا أوعك ظهرك. يا حقير يا حقير، هذا اليتيم ما له قيمة عندك؟ وإذا ما بتعامل اليتيم كما تعامل ابنك مالك مؤمن، إذا ما بتعامل الخادمة بالبيت كما تعامل بنتك مالك مؤمن. بقايا الطعام طبخ نفيس، عندهم وليمة، لا تأكل من هذا، كل هدول هي مجرمة، هي مجرمة والله. في أعمال من يفعلها يسقط من عين الله، خادمة يعني تشتهي الطعام، طعام نفيس، في عندها بقايا أذينة تعطيها أمر تأكل هذول. الله كبير.